مقلوبه الكفته. تعالوا نقول المقادير الاول. عندنا نص كيلو لحمه مفرومه، هتكون مفرومه ناعم، بصله مفرومه ناعم، نص كوبايه من البقدونس المفروم، وعندي رشه من البهارات السبعه وملح وفلفل اسود. دي كده مقادير الكفته. تمام، يبقى ايه؟ نص كيلو لحمه مفرومه، بصله مفرومه، ونص كوبايه بقدونس مفروم، بهارات سبعه، وملح وفلفل اسود. للرز بقى هنحتاج كوبايتين رز بسمتي مغسولين منقوعين ومتصفيين كويس قوي، بصله مفرومه، معلقه صغيره من الثوم المفروم، كوبايه عصير طماطم، مكعب مرقه، معلقه كبيره من الصلصه، نص معلقه صغيره من البهارات السبعه، والقرفه البودر والكمون والكزبره الناشفه، من كل حاجه يا دوبك حوالي نص معلقه صغيره، والكركم، وهنحط طبعا ملح وفلفل اسود. تمام، الخضار اللي هيكون معانا وهيتحط في ارضيه الحله هيبقى عباره عن 2 بطاطس كبيره متقطعه مكعبات ومتحمره، 2 بتنجان برضو مكعبات مقليه، بصله متقطعه شرايح، و2 طماطم متقطعين شرايح، و2 فلفل رومي متقطعين شرايح، نص كوبايه كزبره خضراء مفرومه. دي مقاديرنا، وجبه متكامله في حله واحده. ويلا بينا بقى نبدا ونشوف هنعمل ايه. هنعمل كفته عاديه جدا. بسم الله، ونجيب بوله، وزي ما قلنا عندنا للكفته نص كيلو لحمه، ويفضل اللحمه تكون مفرومه ناعم علشان تبقى متجانسه اكتر مع بعض. هنحط البصل والبقدونس، وعندي بهارات سبعه وقرفه، من كل حاجة رشة بسيطة، وادي كمان فلفل اسود وملح، وننزل باللحمة، ويفضل كمان تكون حمراء طالما هعمل كفتة مش مشوية، فيفضل انها تكون حمراء علشان تبقى يعني ايه ما تكشش، وكمان تفضل معانا بقوامها زي ما هي ما تتغيرش. لما بيكون في نسبة دهون كبيرة اللحمة أو الكفتة بتكش. شفتوا عجنتها فترة كويسة علشان ما تفكش مننا، ضروري جدا ان هي تبقى متماسكة مع بعضها علشان لا تشقق ولا تفك اثناء التحمير. وهنبدأ نشكلها، ممكن نشكلها كور صوابع زي ما تحبي شكلها بالشكل ده. وهحط طاسة على النار تسخن شوية، انا حطاها عشان نشوح فيها وندي تشويحة حلوة للكفتة. يبقى احنا خلطنا اللحمة المفرومة مع البقدونس المفروم حوالي نص كوباية، وبصلاية مفرومة ناعم، حطينا كمان ملح وفلفل وبهارات سبعة وشوية قرفة صغيرين، وعجلنا الكفتة كويس جدا علشان تدينا نتيجة كويسة وما تفكش مننا واحنا بنحمرها. قالوا بينا بقى في طاسة على النار تكون سخنة، حط فيها شوية زيت صغيرين علشان ادي تشويحة كويسة للكفتة، ونشوف هنعمل ايه تاني. يلا بينا.
تتشوح تمام في شويه زيت صغيرين على طاسه تكون ما بتلزقش. وعندي طاسه تانية على النار هنعمل فيها الصوص اللي هيبقى في الرز، وده هيكون عباره عن ثوم وبصل. حطيت شويه زيت صغيرين وهننزل الثوم والبصل المفروم ونقلب بالشكل ده. هندي لهم تشويحه كده ريحتهم الحلوه تطلع، وبعدين نضيف الطماطم والصلصه. ادي الصلصه ندي لها تقليبه كده، وبعدين نحط الطماطم. انا عشان مستعجله عملت في طاستين، انتي في البيت هتعملي اللي انا عملته ده، بس هنا بعد ما تشوحي الكفته. انا عشان الوقت بس وعايزين نخلص الوصفه على طول فعملت في طاستين، اما انتي في البيت بعد ما تشوحي الكفته كويس هتنشليها تحطيها في الطبق وتنزلي الثوم والبصل والطماطم وكل اللي احنا عملناه. هحط مكعب مرقه على الصوص اللي احنا بنعمله، وهنحط بقى كزبره ناشفه والكمون والكركم وكل البهارات بتاعتنا، وطبعا ملح وفلفل، وده اللي هيشربوا الرز فنعمل حساب كمية الرز. ادي الفلفل والملح، الفراخ اللحمة بتاعتنا متبلة بس عشان الرز اللي احنا هنعمله. وادي كده كل المكونات اتسبكت مع بعض وريحتها حلوة قوي قوي. وهنا الكفتة ابتدت تاخد لون وظبطت. تمام جدا. كوباية مية بقى عشان المكونات دي تغلي مع بعض كويس جدا. زي ما قلنا المفروض ان انا اعملها كلها هنا في الطاسة. بعد ما احمر الكفتة هرفعها من الطاسة واحط مكانها الثوم والبصل يتشوحوا، وننزل بالصلصة والطماطم والبهارات واللي احنا عملناه كله، بس علشان انا مستعجلة فايه خدت خطوة في طاسة تانية عشان الوقت. خلاص الكفتة اخدت اللون الحلو والحاجة بتاعتنا اتسبكت على بعض بقى كده. هايل جدا جدا. هخليهم يغلوا غلوتين مع بعض، وتعالوا بينا بقى نجيب حلة علشان نظبط الرز بتاعنا. هنجيب حلة ونبدأ نحط فيها الخضار اللي عندنا. هنحط البصل، شرايح من البصل، جلوفز عشان ايه نبدأ نوزع الخضار. نحط البصل كده في الأرضية، ويدي الطماطم، الفلفل، وكمان عندنا بقى البتنجان والبطاطس متحمرين. وعشان البتنجان ما يشربش معاكي كمية من الزيت بعد ما تقطعيه هترش عليه شوية ملح صغيرين وتسيبيه يصفي المية الزيادة الموجودة فيه، وبعد كده تعفريه بقى بالدقيق، والدقيق ممكن يكون عليه شوية نشا، وتحمريه هيديكي لون حلو من غير ما يشرب زيت كتير. فاضل معانا الكزبرة الخضراء. تمام. وعندنا كمان الرز. تمام. هو الرز كان عايز يكتر اكتر من كده شويه بس مش مشكله. هننزل بقى بالكفته والصوص كده. حلو جدا. وهنجيب ميه مغليه ونحط، احنا حطينا كوبايه، فاضل للرز عشان يستوي معانا 3 كوبايات، لان كل كوبايه رز بسمتي بتاخد كوبايتين من الميه، فهنحطهم الثلاث كوبايات هنحطهم. تمام. ونغطي ونحط الحلة على النار
عشان الرز يستوي، الحاجة الوحيدة اللي معانا مش مستوية هي الرز، والكفتة كمان تكمل السنة اللي فضلها. هتغلي كل المكونات مع بعض وهدي النار بقى خالص خالص واسيبه لغاية ما الرز يستوي. هشوفه لو حسيت ان هو محتاج مني شوية شوربة او شوية مية هنضيفها، مش محتاج يبقى تمام والدنيا زي الفل. غليت خلاص تمام، وبدأت ان انا اهدي عليها النار بقى واخلي الرز يستوي براحته جدا، هياخد بقى من طعم الكفتة ومن طعم كل الخضار اللي موجود تحت. هنسيب بقى المكونات كلها تاخد من بعضها والرز يستوي وبعدين نقدمه. اهم حاجة بعد ما غلي كويس ان انا هديت النار، ولازم يتغطى كمان كويس جدا عشان نحكم البخار علشان يسويه.